ودعما للمواهب وفتح آفاق الإبداع أمامها، أقام قسم تربية الطوز ولأول مرة المسابقة التشكيلية السنوية لفن الرسم بمشاركة عدد من طالبات القضاء، حيث سيتم تكريم الفائزات واستكشاف القدرات التي يمكنها أن تمثل القضاء والمحافظة بمسابقات الرسم على مستوى محافظات العراق الأخرى. لأول مرة قسم التربية الطوز في نشاط المدرسي للفنون التشكيلية يقوم بمسابقة لطالبات الموهبات في مجال الرسم المباشر. باسم شعبة الفنون التشكيلية التابعة للنشاط المدرسي لتربية صلاح الدين أقمنا اليوم المسابقة التشكيلية السنوية لفن الرسم لطلبتنا الأعزاء في قسم تربية طوس. حقيقة لدينا مواهب كثيرة في مدارسنا، فهذه المسابقة التي راح تنتج لدينا مجموعة من الطالبات الموهوبات التي سوف نختارهم، ومن الطلاب سوف نختارهم لكي يشاركون في المسابقات وزارة التربية التي تقيمها مديرية النشاط الرياضي والمدرسي في وزارة التربية، آملين لهم التوفيق والسداد والتواصل معهم إن شاء الله مستقبلا. المشاركات يلتمون على طاولة المسابقة ويقدمون إبداعاتهم في الرسم التشكيلي ليحصلون على الأوائل. بعد ما قمنا عدة معارض بمدينتنا طوز الحبيبة، اليوم تم اختيار مجموعة من الطالبات الموهوبات بمدرستنا، وجينا شاركنا بهاي المسابقة ومتأملين الفوز والمركز الأول إن شاء الله. ونقدر نشكر جهود كل الأساتذة بدعم الطالبات دعم معنوي إنه يوصلونهم إلى مراكز أعلى. إني طالبة آلاء أحمد من مدرسة إعدادية العائشة للبنات، اليوم شاركنا بمسابقة الفنون التشكيلية والخط العربي. نشكر شعبة الفنون التشكيلية اللي يعني خلتنا نحصل هذا الفرصة نشارك بهيج فنون بقضاء طوس خرماتو، هذا أول سنة طبعا. نحاول نبذل كل جهدنا إنه نفوز على مجموعة من الطالبات، ويعني نبذل كل شيء عندنا، ونشكر مدرستنا دائما تدعمنا وتخلينا نشارك بكذا شغلات. أنا طالبة من مدرسة نور القلم، اليوم شاركنا بمسابقة الفنون للرسم، ونأمل بكل جهدنا أن نفوز على العديد من المدارس. بعد عدد معارض التي أقامتها قسم تربية طوس، تم اختيار طالبات والموهبات لإقامة مسابقة للفنون التشكيلية بمشاركة عدد من المدارس، لاختيار طالبات الموهوبات والمتميزات للمستقبل في مشاركة في معارض على مستوى المحافظة والقطور. لفضائية صلاح الدين كاروان زنقنة، قضاء طوس خرماتو.